مرحبا. منتزه غريب من نوعه بجزر الكناري، فهو ما بتكسو الورود، بالعكس اللي بيميزه انه دائما بيكسو الضباب، هالشي اللي بيخلي هالبقعه من الارض تلتف فيها الاشجار غير موجوده باماكن ثانيه، وهو يعتبر واحد من اغرب الاماكن بالعالم. منتقل لحاله الطقس، عم يستمر الجو غائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصه لهطس زخات من المطر فوق مناطق متفرقه خاصه الساحليه والوسطى والجزيره، وعم توالي درجات الحراره ارتفاعها لتصير ادنى معدل بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية بأغلب المناطق. وليلاً عم يكون الجو شديد البرودة على المرتفعات الجبلية وبارد بالمناطق الداخلية، مع تحذير من تشكل الجليد ومن حدوث الصقيع وتشكل الضباب بمعظم المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر. الرياح غربية لشمالية غربية معتدلة عم تنشط أحياناً وتوصل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة عم تراوح بين 50 و90%، والبحر متوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة 14 درجة. منتقل لطقس العاصمة دمشق اللي عم يكون بين الصحة والغائم جزئيا، وعم تسجل عليا 14 درجة. بالمحافظات السورية وتحديدا بالمنطقة الجنوبية عم تكون الأجواء كمان غائمة جزئيا بسويدا، وعم تسجل عليا 10 درجات. بدرعا عم تراوح بين 7 و15 درجة، أما بلقنيطرة عم تسجل الصغرى 3 درجات. بالمنطقة الوسطى كمان عم تكون الأجواء غائمة جزئيا بحمص، وعم تسجل عليا 14 درجة. بحماة عم تراوح بين 4 و16 درجة. بالمنطقة الساحلية مكفية الأجواء الماطرة بطرطوس، أما باللاذقية فعم تتراوح الحرارة بين 9 و17 درجة، وبلواء اسكندرون كمان تكون الأجواء ماطرة وعم تسجل الصغرى 7 درجات. بالمنطقة الشمالية عم تكون الأجواء ماطرة بإدلب وعم تسجل عليا 15 درجة، أما بحلب عم تتراوح بين 3 و16 درجة. بالمنطقة الشرقية برقة عم تكون الأجواء ماطرة وعم تسجل عليا 17 درجة، أما بالحسكة عم تكون طقس غائم جزئيا وعم تراوح بين 6 و15 درجة، وبدير الزور عم يكون طقس غائم جزئيا وعم تسجل الصغرى 6 درجات. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة تبقوا بخير.